نحييكم مشاهدينا من العاصمة الفنزويلية كاراكاس، ونحن ضمن تغطية الميادين. فنزويلا تحسم، هذه الساعة سنكون فيها بمواكبة مباشرة وحية لآخر التحضيرات والاستعدادات للانتخابات. نقف عند نبض الشعب الفنزويلي، كيف يتفاعل مع هذه الانتخابات؟ ماذا عن أماله وتطلعاته؟ وما الذي ينتظره من الرئيس؟ كيف تبدو الحملات الانتخابية للمرشحين العشرة؟ لماذا تحظى هذه الانتخابات بمواكبة إعلامية من الخارج، لا بل بحملات وصفها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بحملة عالمية رئاسية؟ وهل يمكن لهذه الحملات مشاهدينا أن تؤثر في قرار الناخب الفنزويلي وبأي اتجاه؟ هي أسئلة كثيرة تطرح وتبرز أيضا أهمية هذه الانتخابات وتأثيرات نتائجها التي تتخطى الداخل الفنزويلي، ما يعكس أهمية فنزويلا ومحورية موقعها في أمريكا اللاتينية وعالم الجنوب وأكثر. إذن نحن في هذه الساعة سنكون مع شبكة مراسلين وسنقف أيضا في قراءة هذه الانتخابات، لكن سنبدأ بهذا التقرير، حيث إذن تحظى فنزويلا باهتمام وترقب لاتيني ودولي واسع وغير مسبوق لنتائج انتخاباتها الرئاسية التي ستقام في 28 من الشهر الجاري، ما دفع كما قلنا الرئيس نيكولاس مادورو إلى وصفها بانتخابات رئاسة العالم. نتابع. هي الانتخابات الأهم في أمريكا اللاتينية، الانتخابات التي تحدث عنها كثيرا دبلوماسيو دول لها ثقلها السياسي والاقتصادي، من الولايات المتحدة إلى الصين وروسيا والبرازيل وإيران وتركيا والاتحاد الأوروبي. الانتخابات الرئاسية الفنزويلية، وهي 31 منذ بداية عهد الثورة البوليفارية، سيتنافس فيها مفهومان إيديولوجيان متعارضان، الأول قريب من واشنطن والآخر ند شرس لها. عداء الاشتراكيين لواشنطن سببه تدخل الأخير على مدى السنوات 25 الماضية بطريقة استفزازية واستعمارية في الشؤون الداخلية للبلد النفطي. العالم يترقب ما ستسفر عنه هذه الانتخابات. إيران والصين وروسيا تحدثت علانية عن دعمها لانتخابات ديمقراطية بعيدا من أي تدخل خارجي، والانتقاد هنا لتدخل الأمريكيين والأوروبيين. هيئة الاقتراع حددت يوم الانتخابات في 28 من تموز يوليو، فلنذهب إلى الانتخابات ولنحقق فوزا كبيرا، فلتحيا الديمقراطية الفنزويلية. الأوروبيون الذين قرروا عدم إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات قابلهم تصريح قاس من مادورو، الذي قال إن الاتحاد الأوروبي غير موجود بالنسبة إلى فنزويلا. مادورو الساعي لولاية ثالثة تواليا حذر مرارا من الحملة الإعلامية والسياسية الدولية التي تقوم بها المعارضة الفنزويلية بالتعاون مع واشنطن والقوى الإقليمية والعالمية التي تدور في فلكها ضد فنزويلا، بدعم من الصحافة الغربية وشبكات التواصل الاجتماعي. الأشهر الماضية شهدت تراشقا إعلاميا كبيرا بين الحكومة والمعارضة، خصوصا بعد قيام اليمين المتطرف بإلقاء اللوم على الحكومة في عدم السماح لماريا كورينا بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية. عدم إمكان ترشح ماتشادو جعل المعارضة تذهب إلى خيار بديل، وهو الدبلوماسي السابق إدموندو غونساليس، إلا أن جميع استطلاعات الرأي تعطي الأفضلية وبفارق ليس بصغير للرئيس الحالي نيكولاس مادورو، لكي يبقى 6 سنوات أخرى في قصر ميرافلوريس. علي حجازي، كاراكاس، الميادين. إذا مشاهدينا هذه هي الأجواء لأهمية هذه الانتخابات. سنقف أيضا عند العديد من النقاط، لكن موضوع الجانب الإعلامي والحملات والتركيز ومحاولة التأثير نتحدث عن معها مع الزميل الإعلامي الفنزويلي زميلنا أبرام استيارتي. مرحبا بك. نحن نتحدث عن اهتمام حقيقي، هناك حملات إعلامية في داخل فنزويلا وفي خارجها. رئيس مادورو يقول هناك حملة عالمية رئاسية ويتحدث وكأنه في انتخاب لرئيس العالم. أنت كإعلامي كيف تجد هذه الحملات؟ كيف يمكن أن نقف عندها؟ بماذا تختلف عن الانتخابات السابقة التي شهدتها فنزويلا؟ إن هذه الحملة مهمة جدا، خاصة في الانتباه لكيف يتفاعل الشعب الفنزويلي أمام هذه العملية للحملات. في هذه اللحظة التي نتحدث فيها
هناك تحرك لعديد من المرشحين في عديد من ولايات البلاد والمدن. الشعب يخرج لدعم مرشحيه، أي أن البلاد تمر بحالة من الاستقرار الهدوء، أي أننا نتحضر لعمل حفلة سياسية، ونحن متأكدون بأن هذه العملية الانتخابية ستجري بهدوء تام من أجل أن يستطيع الشعب الفنزويلي يستطيع أن ينتخب إما الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أو مرشح آخر. أيضا سيتم النظر إلى الآلية الانتخابية، الوضع السياسي، الوضع الاجتماعي، الوضع الاقتصادي. كل ذلك يتم تفاعل معه بشكل طبيعي بعد الضغوط والعقوبات والحصار الذي تعرضت له البلاد، ولكن المرشحين المجلس الوطني الانتخابي لديه كل إمكانياته جاهزة ويقوم بالتحضير بشكل جيد لهذه الانتخابات لكي يكون يوم 28 يوليو يوم حسم لخيارات المواطن الفنزويلي. تعرف نحن كوافدين وكحملة يعني ضمن وفد الميادين لتغطية الانتخابات الرئاسية الفنزويلية، وحيث في إقامتنا نتابع يعني ما يعرض، هناك حيوية، هناك عدد كبير من القنوات التلفزيونية الفنزويلية ربما تساعدنا، كيف يعمل هذا الإعلام وما مدى قدرة التأثير الخارجي إن كان من داخل الإعلام الفنزويلي أو حتى من الخارج، لا سيما أننا أمام تأثير للسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، هل هناك قدرة فعلا عبر الوسائل الإعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن يكون في تأثير على قرار الناخب الفنزويلي وهو ليس ناخب جديد، هناك عراقة في عملية الانتخابات والتحول الديمقراطي في فنزويلا؟ هذا عامل هام جدا، لأن المؤسسة أو المؤسسات الفنزويلية كانت تعمل لتأمين الهدوء والسلام و تأمين الثقة مع المجلس الوطني الانتخابي. إن الآلية الانتخابية هي الكترونية بشكل كامل، سنذهب للتصويت وهذه التصويت يتم بعملية الكترونية بشكل كامل، نقوم بعمل هذا التصويت عبر ماكينة انتخابية مبرمجة تصدر بطاقة تؤكد على خياري الذي قمت باختياره الكترونيا، أي أنها شفافة الكترونية، وهذا يعطي ويمنح المواطن الثقة بأنني أن الصوت الذي قدمته سيتم عده صوت لشخص، وهذا يمنح ثقة للفرد وللبلاد والمجتمع. أن بالإضافة لذلك كل مراحل العملية الانتخابية يمكن أو أنها قابلة للتدقيق، أي أنها يمكن أن يتم هناك تدخل من قبل كل الأحزاب السياسية من كل التيارات. هناك مراقبين كان بين الداخل الفنزويلي أو حتى في نتحدث ربما فيما بعد عن مراقبة التي تأتي على المستوى الدولي. أنت تتحدث عن أن هذه الانتخابات مصانة بطريقة يعني إجرائها ولا يمكن العبث بها، رغم أنه في محاولات يعني كشف عنها المدعي العام الفنزويلي لتعطيل الطاقة الكهربائية للتأثير على العملية بهذا الشكل لأنها إلكترونية. لكن أنا أتحدث عن قدرة التأثير في الذهنية، في القرار، في الخيار بالنسبة للناخب الفنزويلي عبر حملات إعلامية حول ترويج معين. وفنزويلا لا سيما في السنوات الماضية ومن بعد 2017 تعرضت لضغط كبير وأقصى عقوبات حتى على مستوى لقمة العيش بالنسبة للمواطن الفنزويلي، وكان ذلك الضغط من الخارج. هل هناك من هذه البوابة قدرة ربما للتأثير على الناخب الفنزويلي؟ ما مدى سلطة الإعلام أو مدى تأثيره فعلا بين الداخل أو في نفاذ خارجي إعلاميا في التأثير في ذهنية أو خيار الناخب الفنزويلي؟ على مدار السنوات 25 الماضية كان هناك العديد من الانتخابات، أي أن الشعب الفنزويلي خبير في العمليات الانتخابية. لقد
تمت مهاجمته بشكل منتظم. لقد نحن ضحية لحملات للتأثير على قرار الشعب الفنزويلي وتحفيز المسألة العاطفية عند قيام المواطن بإدلاء بصوته، لكن خبرتنا تعطينا وتؤكد أن العمل الممنهج الذي قامت به الثورة البوليفارية أدى إلى أن يقوم المواطن الفنزويلي أن يحظى بالسلطة ويحظى بالمعلومات الكافية والهدوء لكي يستطيع أن يقرر بشكل هادئ، رغم بالتأكيد التقارير التي تصدر عن الإعلام الغربي، شبكات التواصل الاجتماعي، لإظهار أن فنزويلا تمر بحالة من الفوضى والخراب، لكنهم لن يظهرون هذا الهدوء الذي سيذهب به الشعب الفنزويلي ليدلي بأصواته ويؤكد التزامه بما بعوامل أو مبادئ الثورة البوليفارية. نحن نتحدث هنا عن خلاصة تقدمها وأنت خبير ومطلع وتعمل هنا في فنزويلا، عن مدى ودفع الشعب الفنزويلي أثمانا باهظة للحصول على عملية ديمقراطية انتخابية فيها توالي في عملية الاقتراع والاستحقاقات ما بعد ربما انقلابات كثيرة يعني شهدتها فنزويلا. اليوم إذا أردنا أن نتحدث، لماذا هذه الانتخابات تبدو إذن مختلفة طالما كنا أمام عمليات انتخابية وصلنا إلى نظام انتخابي، ذكرت حتى عملية اقتراع ممسوكة بشكل كبير، ما الذي يجعلها إذن مختلفة وتوضع لديها أهمية كبيرة؟ أحد المسائل الأساسية هو كيف تم تعزيز الضغوط عبر الحصار أو ما يسمى هذه العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبية، بالإضافة نهب ثرواتنا الاقتصادية، صناعة الأساسية التي تورد العملات الصعبة للبلاد، أي أن العمود الفقري للاقتصاد تم ضربه لكي يؤثر بقرارات الشعب الفنزويلي، أي أن العديد من العوامل الاقتصادية قد تضررت خلال هذه السنوات وتم استخدامها أيضا عبر قطاعات المعارضة وخاصة الأكثر تطرفا، استخدموا هذه العقوبات لكي يجعلوا المواطن يصدق أن هذا الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به فنزويلا ليس نتيجة للعقوبات وإنما نتيجة لسياسات الرئيس مادورو أو سياسات الثورة البوليفارية. إذن نحن نذهب لهذه الانتخابات بين هذين الخيارين، قطاع من المعارضة يريد أن يجعل الشعب يقتنع بأن الوضع الاقتصادي هو نتيجة لسياسات الرئيس مادورو وليس نتيجة للعقوبات والحصار الذي تم فرضه من الخارج وليس نتيجة سياسات داخلية. هذه واحدة من أهم النقاط فيما يمكن أن نقف عنده ونحن نواكب هذه الانتخابات. جانب آخر بأننا أمام الآن البلاد أمام خيارين، هذا ما يضع ربما هذه الانتخابات وكأنها مصيرية أو حاسمة لموقع وخيارات وفنزويلا، لأننا نتحدث عن يمين متطرف لديه مرشح الذي يبدو الأبرز وكذلك الرئيس مادورو بما يمثله من أرس تشافيزي وكذلك بوليفاري في ترشيحه لولاية جديدة، سنتحدث عن ذلك، لكن سنعرض لهذا التقرير طالما ذكرنا جانب من أرس تشافيز وهو كما وصفه الرئيس مادورو في إحدى حملاته الانتخابية الأب والمعلم. عندما نذكر إذن مشاهدين مدينة باريناس الفنزويلية لا يخطر في بالك سوى مسقط الرئيس الراحل أوغو تشافيز. كاميرا الميادين دخلت المنزل المتواضع لأحد أعظم رؤساء العالم ونقلت مشاهد معبرة نتابعها في هذا التقرير. ابتداء من آذار مارس من عام 2023 فتح هذا المتحف أبوابه أمام الزائرين من دون مقابل،
هو المنزل الطفولي للرئيس الراحل أوغو تشافيز، حيث يحتفظ بمقتنيات شخصية لزعيم الثورة البوليفارية. الرئيس أوغو تشافيز وبعد قضائه لطفولته في سابانيتا انتقل إلى هنا حين كان في 11 أو 12 من عمره، وكان الهدف هو الانتقال إلى مدينة تعد مركزا، لذا أتى إلى باريناس للدراسة واستكمال تحصيله العلمي الثانوي. هذا المنزل يعود لجدة تشافيز حيث ولد، وهو مؤلف من 3 غرف، ما يعكس الحالة المتواضعة للرئيس الراحل. لقد شارك الجيران والأصدقاء في محيط المنزل في كثير من الأخبار والقصص، وكذلك الأمر على من جالسهم في ذلك الوقت ومن رافقهم في يومياتهم أو في ممارسة رياضاته المفضلة. هو الابن الثاني من عائلة تتألف من 7 أشقاء، حيث الحالة المتواضعة عند العائلة كانت تهيمن على حياتهم. من كان يتخيل بأن هذه الغرفة المتواضعة كان يعيش بها رئيس بحجم الرئيس أوغو تشافيز؟ كما قلت قبل قليل بأن أحدا لم يتوقع أن يعيش رئيس بحجم أوغو تشافيز في هذه الغرفة الصغيرة. نعم، هذه هي ميزة الرئيس أوغو تشافيز، وهو من كان يتمتع بمواصفات التواضع. هذه الغرفة تمثل جزءا مهما من الثورة والتمرد، بحيث كانت شاهدا على مواعيد تاريخية. وهذه الغرفة تحوي علبة أمتعته الشخصية بما فيها 3 شارات تدل على انخراطه في العمل العسكري والنضالي. يتوافد الزوار والسياح لزيارة منزل أنجب أعرق الشخصيات في القارة اللاتينية، لبل في العالم بأسره. في يوم 28 من الشهر الحالي سيحتفل أبناء فنزويلا بذكرى مولد الرئيس التاريخي لبلادهم، كذلك سيقف المواطنون أمام خيار تاريخي عند صناديق الاقتراع. مايك شلهوب من مدينة باريناس غرب فنزويلا، الميادين. مشاهدينا، نحن في هذه الساعة عندما نتحدث عن إرث أوغو تشافيز، نحن نتحدث عن خيار فنزويلا، عن وجهتها، عن هوية فنزويلا، عن مواجهتها للهيمنة الغربية. سنتحدث عن خصوصية إرث أوغو تشافيز، خصوصا أنه الرئيس نيكولاس مادورو في حملته الانتخابية يعني اقتبس الرقم 70 أو وضعه في عنوانه خاص بحملته الانتخابية، لأننا في الذكرى 70 لولادة هذا القائد الأممي أوغو تشافيز. نحن أمام إذن 70 مسيرة، 70 منطقة ومدينة فنزويلية لحملات أوغو تشافيز الانتخابية الرئاسية. سنتحدث عن ذلك وما الذي يعنيه غير ذلك، طالما نتحدث في منافسة بين المرشحين 10 وأبرزهم مرشح اليمين المتطرف إلى مواجهة الرئيس نيكولاس مادورو. ولكن سنذهب إلى الأرض، نحن في تغطية ميدانية مباشرة، نتلمس نبض الشارع الفنزويلي وكيف يتفاعل وما الذي ينتظره من هذه الانتخابات. معنا الزميلة عبير زوادي، وهي مراسل موفدة الميادين إلى فنزويلا، وكذلك معنا الزميل عروة محمود موفد الميادين إلى فنزويلا. وأبدأ وإياك زميلنا عروة، أنت كنت في جلت في الشوارع وتحدثت مع الناس، بل وكنت في المناطق التي تعتبر يعني البيوت المتلاصقة التي أكثر فقرا، قربنا من هؤلاء الناس، كيف يفكرون، ما الذي ينتظرونه من الرئيس، ولماذا يصرون على البقاء في تلك الأماكن رغم أن الراحل أوغو تشافيز عرض أن يغير مناطق سكناهم وهي في بيوت متلاصقة فيما بينها؟ نعم زميلة رامية، نعم زرنا هذه المنازل وكانت زيارة في الحقيقة مؤثرة جدا، لأن هؤلاء الذين يعيشون في هذه الأحياء على الرغم من الحالة المتواضعة التي يعيشونها، لكنهم يعبرون دائما عن حبهم للحياة. هذه المنازل التي رأيناها بأساسها الفقير وسكانها الفقراء، ولكن ما يزينها حقا كان قلوب سكانها. رأينا هؤلاء تحدثوا معنا عندما عرفونا أننا آتيين من خارج فنزويلا، تقربوا منا، أرادوا أن يشرحوا لنا حول تاريخ هذه الأماكن وهذه
المنازل التي في الحقيقة هي منازل فقيرة، ولكنها تغطي تلال أو سفوح جبال كاراكاس وتلفت نظر أي زائر يقوم بزيارة هذه المدينة. في الحقيقة هؤلاء هم طيبون جدا، ولكن في نفس الوقت أعربوا، هم يعرفون تماما، يتحملون المسؤوليات الوطنية، وأعربوا لنا أنهم سيشاركون في الانتخابات القادمة في 28 من الشهر الجاري، وهم يريدون أن يكون بلدهم يعيش بسلام وأمن، ولا يريدون أي نوع من أنواع العنف. وأيضا زميلة رامية، عندما تحدثنا معهم لا يغيب، كما الآن نتحدث عن القائد شافيز، لا يغيب ذكر القائد شافيز عن أحاديثهم دائما، لأن شافيز زرع بصمة كبيرة في قلوبهم، لأنه كان دائما الأقرب إلى الطبقة الفقيرة من الشعب الفنزويلي. هو يمثل هذه الطبقة، هو انخرط ومن رحمها يعني انطلق بثورته، ولأجلهم انطلق أيضا في هذه الثورة التي تحفظ ثروات البلاد، سيادة البلاد، قرارها وسيادة هذا القرار. نتحدث عن أوغو تشافيز وهذا الإرث، يعني نحن نتحدث عن القضايا العادلة على مستوى العالم، والتي أيضا دافع عنها واستمر من بعدها الرئيس الحالي نيكولاس مادورو. هنا سأنتقل إليك زميلة عبيرة الذوادي، عندما نتحدث عن الجولات التي بدأنا بها مباشرة منذ وصولنا إلى فنزويلا في هذه التغطية، أنت جلتي وقدمت يعني إلى هنا، كيف وجدت تفاعل الناس لا سيما لحضور القضية الفلسطينية؟ نحن نعرف موقف الدولة في فنزويلا من هذه القضية، لكن ماذا عن الناس؟ مرحبا زميلتي رامية، ومرحبا بكل المشاهدين. بطبيعة الحال فلسطين، القضية الفلسطينية حاضرة وبقوة وبشكل لافت ومميز في الدولة البوليفارية. دعيني أخبرك عن جولة لنا في شوارع كاراكاس أثناء إعداد التقارير لتغطيتنا فنزويلا تحسن. خلال سؤال الناس لنا عن فلسطين وتحديدا غزة التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي، بدا واضحا رامية اهتمام الفنزويليين فيما يجري في غزة، والأهم في الأمور هو نظرتهم للعدالة في القضية الفلسطينية. كما شاهدنا الكوفية الفلسطينية يرتديها بعض الفنزويليين. نحن نتحدث زميلتي رامية عن ثقافة فنزويلا، هي مختلفة نسبيا عن ثقافتنا، لكنهم في الحقيقة رامية ينظرون بإنسانية إلى ما يجري مع أهالينا في غزة، ويدينون الإجرام الإسرائيلي، ويساندون كما قيادة هذا البلد القضية الفلسطينية. وكما تعلمين رامية، فإن فنزويلا هي من الدول التي اعترفت بفلسطين منذ 2006 مع الرئيس الراحل تشافيز، وأول الرؤساء الذين أدانوا العدوان على غزة كان الرئيس مادورو. نعم، وعندما نتحدث عن ذلك المشاهدات وأيضا استطلاعات الناس ولا سيما في الشوارع، زميلتنا عبير لديك تقرير سيكون يتحدث أيضا عن كيف يعبر الفنزويليون ربما بالرسومات والجداريات على الشارع. سنتحدث عن موضوع القضية الفلسطينية هنا وموضوع المقاومة في المداخلة التالية، وياكي تبقين معنا والزميل عروة على أن ينضم إلينا أيضا المزيد من الزملاء ضمن شبكة مراسلي الميادين هنا في العاصمة فنزويلا والعاصمة كاراكاس وفي باقي أيضا ولايات الفنزويلية. سنعود مباشرة إلى زميلنا أبرام. عندما نتحدث الآن عن الخيارات، وكنا نقف عند إرث تشافيز وما يمثله والرئيس نيكولاس مادورو في هذا الإطار، إلى أي حد فعلا نحن خيار لا وسط به؟ إما هذا الخيار الذي يعبر عنه الرئيس نيكولاس مادورو سيادة فنزويلا، استقلال قرارها، التصاقها مع القضايا العادلة، المشروع الواحد مع العديد من الدول في مواجهة الهيمنة الغربية، وأن مرشحي المعارضة لا سيما اليمين المتطرف إدموندو يمثل خروجا تاما عن هذه الهوية لفنزويلا. من الهام جدا أن تذكر أن الرئيس هوغو تشافيز في العام 1999 الشعب الفنزويلي أيضا أعادوا
تشكيل وبناء البلاد. تمت الدعوة لجمعية تأسيسية في ذلك العام، وتم تغيير الأسس التي بني عليها البلاد، ومنذ ذلك الحين بدأنا العمل لبناء فنزويلا جديدة، عملية تحول سياسية، تفاعل سياسي. كل هذا الإرث وكل هذا الأمور التي علمنا إياها تشافيز لا زلنا نحتفظ بها ولا تزال تتطور. والرئيس نيكولاس مادورو ما قام به هو أن استحضر هذه التعليمات من الرئيس تشافيز، والقيام بهذه عملية التحول العميقة في البلاد، لأنها مطلب من الفنزويليين، مطلب الشعب أن يكون فنزويلا دولة مناهضة للإمبريالية. الناس في الشوارع تقول ذلك، ومعظم الناس في فنزويلا تقول ذلك، إلا قطاع أو تيار صغير الذي ذكرتيه، الذي يجتمع مع الناس في البيت الأبيض ولديه علاقات مباشرة مع سيناتورات من الكونغرس الأمريكي. هناك قطاع لديه تواصل مباشر مع الولايات المتحدة، لذلك عندما يريدون شيئا، أي مطلب، يذهبون مباشرة إلى تلك الدولة ويطلبون حصار عقوبات ضد بلدهم. لذلك هذا التيار المتطرف جدا، هذا التيار الذي نراه اليوم يقومون بتحريض الناس وإظهار نوع من العنف لديهم، لكن معظم الفنزويليين يعلمون ما هي الجهود التي قام بها الرئيس نيكولاس مادورو، ولكنهم يعلمون أيضا ما هو الذي يدافع عنه الرئيس نيكولاس مادورو، بأن الثورة البوليفارية التي بدأها الرئيس هوغو تشافيز والحفاظ على مبادئ سيادة واستقلال فنزويلا. هذا سنعود إليه، لأنه وجهة البلاد وكأنها وخياراتها أو موقعها تحدده نتائج هذه الانتخابات، وهذا يعني تأثيرات كبيرة في فنزويلا، في أمريكا اللاتينية، عالم الجنوب، وربما حتى على الساحة الدولية، لأننا أمام تحولات ديناميكية وكبرى، لاسيما ما بعد طوفان الأقصى السابع من أكتوبر. سأعود إليك زميلنا أبرم، لكن الآن سنوسع شبكة مراسلين. انضم إلينا كل من الزميل علي حجازي مراسل الميادين، ومنضم إلينا من معرض الكتاب، وسنقف معه أيضا ضيف، لكن هو معرض الفني الوطني للكتاب، حيث يقام معرض الكتاب. وأيضا معنا زميلنا مايك شلهوب، مفد الميادين إلى فنزويلا، انتقل من مدينة باريناس إلى سابينيتا. وأبدأ، مرحبا بكم، إضافة إلى زميلينا عبير وعروة، أنتقل وأبدأ معك بهذه المداخلة زميلنا علي حجازي، معك ضيف أيضا ضمن فعالية خاصة هنا في المعرض الفني الوطني في فنزويلا، في فعالية خاصة بكتاب جديد مرتبط بالقضية الفلسطينية، وأيضا كاتب الكتاب وإياك. تفضل علي. صحيح راميا، إذا عنوان الكتاب هو فلسطين، الإبادة الجماعية والمقاومة، هذا هو الكتاب الذي وقعه اليوم كاتب كولومبي فيكتور دي كوريا لوغو، كاتب كولومبي. سنأخذ رأيه لماذا هناك كاتب كولومبي يكتب عن فلسطين، وقع كتاب عن فلسطين في معرض السنوي للكتاب الذي يقام في فنزويلا للمرة العشرين، وبالمناسبة ضيف الشرف في هذا العام هو جنوب أفريقيا، تكريما لموقفها الداعم أيضا لفلسطين، وعندما طبعا أدانت العدو الإسرائيلي في المحاكم وفي محاكم العدل الدولية. Primero, gracias por estar con nosotros. La pregunta es por qué un colombiano está hablando y escribió un libro sobre Palestina. Trabajé en Palestina, trabajé en Al-Quds durante algún tiempo y trabajé en Gaza, pero creo que Palestina no le pertenece más a los palestinos. Palestina le pertenece a la humanidad. وأقول لفلسطين ليست فقط للفلسطينيين، وإنما هي قضية إنسانية، وأنا كإنسان أتألم لكل القضايا العادلة في العالم، ولكن القضية الفلسطينية هي القضية الأهم.
اليوم حدث مجزرة أخرى في قطاع غزة. ماذا تعلق على ذلك؟ نعم، إن هذه المجازر والاعتداءات المتكررة على المشافي كما في المشفى ناصر اليوم، والمجازر التي يقوم بها الاحتلال سواء رفح أو المناطق الأخرى، لكن كل هذه المجازر لا جديد فيها. كل هذه المجازر قامت بها الحكومة الإسرائيلية والاحتلال الإسرائيلي على مدار سنوات. هذا الاحتلال وهذا الاضطهاد وهذه المجازر استمرت لمدة عقود متواصلة. الحديث اليوم عن فنزويلا والانتخابات الرئاسية فيها هو موقف الحكومة من القضية الفلسطينية. أعتقد أن بين الدول أمريكا اللاتينية أن الحكومة الفنزويلية هي الدولة الأكثر وضوحا، بالإضافة إلى بوليفيا وكولومبيا وتشيلي لديهم موقف واضح كما يقول. هناك قول لدينا أن هناك بعض اللاتينيين دعموا القضية الفلسطينية أكثر من العديد من أشقاء الفلسطينيين في المناطق العربية. ليست قضية فلسطينية ليست قضية محصورة بالفلسطينيين أو العرب أو المسلمين، إنما قضية إنسانية. كان معنا إذن ناشط وكاتب وصحفي من كولومبيا، بالمناسبة قام أيضا بمحاضرة لمدة 40 دقيقة تحدث فيها بشكل كامل وموسع عن القضية الفلسطينية والظلم الذي يلحق بالشعب الفلسطيني. نعم، وأشار لنقطة مهمة بأنه نرى مواقف من دول في أمريكا اللاتينية وليست انطلقت فقط من 7 أكتوبر، قبل ذلك تعتنق القضية الفلسطينية ربما أكثر من إخوان الدم والأشقاء العرب أو حتى المسلمين، وخصوصا في 7 أكتوبر وما بعده طوفان الأقصى بدلالاته ووصف واضح وصريح أن ما يجري هو إبادة جماعية بل وتطهير عرقي، وهذا موقف واضح من فنزويلا. بكل الأحوال انطلاقا من ذلك ننتقل إلى الزميل مايك شلهوب وهو معنا من سابينيتا في غرب فنزويلا، كان في غربها أيضا بباريناس حيث مسقط رأس القائد الأممي الراحل أوغو تشافيز. من هناك نقف وإياك زميلنا مايك شلهوب، ولديك أيضا ضيف خاص نقف معه عند هذا الإرث الكبير للراحل أوغو تشافيز ونتعرف على خصوصية المكان حيث أنت. مرحبا راميا، إن شاء الله سنكون مع ضيفنا الكريم لدى جاهزيته ولدى وصوله إلى هذا المكان. سابينيتا هي مدينة تبعد أو بلدة صغيرة متواضعة تبعد حوالي الساعة تقريبا من باريناس وهي عاصمة الإقليم. كنا هناك زرنا كما شاهدنا في التقرير منزل يعود لجدة الرئيس الراحل أوغو تشافيز حيث عاش به لسنوات عديدة وحيث درس في الثانوية العامة في مدينة باريناس. أهمية هذا المكان حيث نتواجد حاليا أيضا هو المنزل الطفولي، المنزل الأول حيث ترعرع الرئيس أوغو تشافيز مع أهله ومع أشقائه. هذا المنزل متواضع جدا، أكبر دليل على شخصية المتواضعة للرئيس الأممي أوغو تشافيز، ولهذا السبب كان يعشقه الناس بمختلف الفئات الشعبية الفقيرة، وهذا ما لمسناه أيضا في جولتنا اليوم على هذه الأحياء على هذه الأسواق كما كنا في أحدى النوافذ في فترة سابقة. هذا أكبر دليل على انتمائهم للرئيس أوغو تشافيز لما تركه من إرث حضاري ثقافي على بلدته وعلى فنزويلا عامة والقارة الجنوبية بشكل عام. أيضا راميا، بالحديث عن باريناس، كان قد زارها الرئيس نيكولاس مادورو قبل أيام وأطلق جدول أعماله الخاص بهذه المدينة. أهمية المدينة هنا لها رمزية كبيرة وبالتالي تدخل ضمن أجندة الرئيس مادورو في حملته الانتخابية، وهو سيؤمن وحدات سكنية للفئات الشعبية الفقيرة منذ الآن وللأشهر المقبلة. مئات الوحدات السكنية ستؤمن لتضاف إلى نحو 5 ملايين وحدة سكنية منذ انطلاق هذا المشروع من عهد الرئيس أوغو تشافيز وصولا إلى ولاية الرئيس نيكولاس
نيكولاس مادورو وصولا حاليا إلى الحملة الانتخابية التي يعد بها أيضا على أن يتسلم الرئيس مادورو أو شخصية أخرى الحكم ابتداء من مطلع العام المقبل. إذن باريناس مدينة ذات أهمية كبيرة نظرا للإرث الذي تركه الرئيس الراحل أوغو تشافيز. لنعود إليك زميلنا مايك، وكنا عرضنا للتقرير الذي تحدثت عنه فيه الكثير من الصور والمعلومات المهمة، وعن تواضع هذا البيت الذي خرج منه واحد من أعظم ربما رؤساء العالم والقادة الأمميين. سننتقل الآن إلى تقرير له يعني خصوصية مرتبطة بخصوصية أهل الناس في فنزويلا، تقرير الزميل عروة محمود. آلاف المنازل الصغيرة العشوائية تنتشر على منحدرات الجبال التي تحتضن مدينة كاراكاس وتشكل بألوانها لوحة فنية عملاقة، وتعيش فيها آلاف الأسر من الطبقة الفقيرة والتي أصبحت جزءا من تاريخهم ومن معالم مدينتهم. نتابع. هذه المنازل العشوائية على منحدرات جبال كاراكاس بألوانها المتنوعة تشكل لوحة فنية عملاقة تحيط بالعاصمة، وهي أول مشهد يمكن أن يلفت انتباه من يزور فنزويلا. هذا الحي يعود إلى منتصف القرن الماضي وشهد توسعا بمرور الزمن وزيادة في عدد السكان. هذه الأحياء تمثل قاعدة أساسية لثقافة سكان كاراكاس فيما يتعلق بالموسيقى. كثير من الموسيقيين ولدوا في هذه الأحياء، هي مساكن عشوائية ولكن هناك تناغما في ألوانها التي تشكل إذا نظرت عن بعد لوحة جميلة، وهناك عمل حاليا لتحسين مظهرها. رغم الحالة المتواضعة التي يعيشها هؤلاء، لكنهم يعبرون عن حبهم للحياة والتزامهم بقضاياهم واستحقاقاتهم الوطنية. أنا فنانة تشكيلية، نحن في حي سان أوغستين نقوم بمرحلة ثانية من الرسم الذي سيشارك فيه عدد من الرسامين مهدين لوحات لسكان هذه الأحياء الذين يبرهنون أنهم وعلى الرغم من ظروفهم المعيشية الصعبة هم يحبون الحياة ومستعدون دائما للمساهمة في بناء أحيائهم والتطلع بإيجابية إلى المستقبل. لدينا من الجهتين رغبة كبيرة في التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن هذا يساهم في بناء مستقبل بلدنا، وننتظر أن يعترف من يخسر في الانتخابات بفوز الآخر وأن نستمر في العيش بسلام. نحن شعب مسالم نريد أن نعيش بسلام. كانت هذه الأحياء مركز اهتمام الرئيس الراحل أوغو تشافيز، وبعده سعى مادورو لتحسين ظروف معيشة سكانها كجزء من مبادئ الثورة البوليفارية في إعطاء الأولوية للطبقة الفقيرة. آلاف الأسر الفقيرة تسكن في هذه الأحياء، وفيما تسعى الحكومة الفنزويلية إلى تأمين مساكن أكثر ملائمة للعيش، يأبى السكان ترك منازلهم التي أصبحت جزءا من معالم مدينة كاراكاس. عروة محمود، كاراكاس، الميادين. ونعود للزميل عروة محمود، سألناك عن بعض النقاط المرتبطة بهذه الجولة وخصوصية هذه البيوت وهذه الطبقة وما الذي تمثله كذلك وما الذي يعنيها أيضا بالنسبة لتشافيزية بحد ذاتها، لكن كيف يتم التفاعل على مستوى هذه الانتخابات المرتقب من الرئيس المقبل؟ وكنا نتحدث عن تبدو فنزويلا إما خيارين، يعني تشافيزية وما تمثله أو الذهاب إلى اليمين المتطرف حيث أقرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الأطلسي، ما الذي يقولونه عن ذلك؟ نعم راميا، إذا كنا نريد أن نأخذ هذا عبر منطلق أمريكا اللاتينية في المنطقة أو على مستوى العالم، بالنسبة لأمريكا اللاتينية فنزويلا هي بلد مهم جدا بالنسبة للقارة اللاتينية. هناك ثلاثة بلدان مهمة جدا في القارة هي فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا، وبالمناسبة هذه البلدان الثلاثة تصنفها الولايات المتحدة بمحور الشر في المنطقة اللاتينية. هذه البلدان الثلاثة كانت دائما كانت بعد وصول تشافيز
وبعد وصول فيدل كاسترو أبان الثورة الكوبية وأيضا دانييل أورتيغا في نيكاراغوا حافظ اليسار فيها على السلطة منذ السابق، ولكن في البلدان الأخرى في أمريكا اللاتينية كان هناك وصول لليسار وبعده وصول لليمين. البلدان الثابتة اليسارية أو التقدمية في أمريكا اللاتينية هي هذه البلدان الثلاثة التي تعدها واشنطن محور شر بالنسبة لها، ولهذا فإن فوز الرئيس نيكولا مادورو والحفاظ على مبادئ أو استمرارية الثورة البوليفارية والتشافيزية هو أمر مهم للغاية بالنسبة لأمريكا اللاتينية، وبنفس الوقت هو أمر مهم جدا بالنسبة للولايات المتحدة التي تسعى منذ أن وصلت الثورة البوليفارية إلى هنا إلى هذه البلاد للإطاحة بها، لأن فنزويلا هي شوكة في ظهر الولايات المتحدة ومشاريعها في المنطقة اللاتينية. نعم، وهذا أيضا لديه تأثيرات إذا كما ذكرت في أمريكا اللاتينية. نعود هنا لزميلنا أبرام للحديث عن هذه الجزئية، موقع فنزويلا ومركزيتها ومحوريتها في دول أمريكا اللاتينية الكبرى في دول عالم الجنوب، ما مدى التأثير وفق نتائج الانتخابات بينما إذا ما تحدثنا عن فوز الرئيس نيكولاس مادورو، وبالمناسبة استطلاعات الرأي تعطي هذه الأرجحية، أو إذا ما كان هناك فوز لمرشح اليمين المتطرف وهو الأبرز بين باقي المرشحين التسعة؟ لقد بدأت فنزويلا مؤخرا باستعادة علاقاتها الدبلوماسية مع عديد من دول القارة، لأن العديد من دول القارة استسلمت لإرادة الولايات المتحدة الأمريكية ورضخت للابتزاز الذي مارسته واشنطن التي هددت دول القارة بأنها ستفرض عليها عقوبات والحصار، وعديد من دول القارة أدارت ظهرها لفنزويلا وقرروا التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن في هذه الأثناء هناك عملية لإعادة بناء علاقات الدبلوماسية لفنزويلا مع عديد من دول القارة، نسمع يوميا لوصول سفراء جدد لدول القارة وفنزويلا ترسل سفراء لها إلى دول القارة، أي أن الدول التي ستقرر إعادة علاقاتها الدبلوماسية مع فنزويلا سيكون لها دور هام في الانتخابات المقبلة، أي أن الشعب الفنزويلي والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو هو من تم الاعتراف به من قبل الحكومات الأخرى، أي أن الحكومات الأخرى التي تعترف بهذه الحكومة لن تعترف بالدمى التي تم فرضها من الخارج أو التي خرجت لتقول أنا رئيس فنزويلا وتم الاعتراف بها من قبل بعض الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الذي قد أرسى مسارا معقدا من العلاقات الدبلوماسية لفنزويلا مع دول القارة، وخاصة اليوم يرى دول من الاتحاد الأوروبي أهمية إقامة علاقات دبلوماسية متينة ومبنية على الاحترام مع فنزويلا، ونتائج الانتخابات المقبلة نرى مؤشرا واحدا ممكن النظر له بأن الولايات المتحدة قررت مؤخرا الجلوس على طاولة المفاوضات والمحادثات مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، مع الرئيس مادورو للحديث عن إعادة أو استئناف العلاقات الدبلوماسية ومواصلة التحدث عن مشاريع التعاون في مجال الطاقة. وهذه نقطة مهمة ولافتة، لأنه في الوقت الذي كانت الولايات المتحدة الأمريكية يعني لم تجدد تخفيف العقوبات خصوصا على القطاع النفطي، واعتبرت أنه الرئيس مادورو لم يفي بكل وعوده عندما لم تحز يعني ماريا كارينا على أهلية الترشح للانتخابات الرئاسية، واليوم نسمع وما كشفه أيضا رئيس البرلمان أو الجمعية الوطنية في الفنزويلا بأنه في مطالبة من إدارة بايدن للعودة للحوار واستئناف
استئناف الحوار مع فنزويلا، وبعض وسائل الإعلام هنا وضعته بأنه في يقين لدى إدارة بايدن بأن من سيفوز في هذه الانتخابات نيكولاس مادورو الرئيس الحالي، وبالتالي تحاول لإعادة ربط وشائج العلاقة. ربما نعود لهذه الجزئية، لكننا الآن سنذهب إلى زميل مايك شلهوب. أشرنا إلى ضيف خاص سيكون وإياه حيث هو في سبانيتا. نعود إليك زميلنا مايك، تفضل. مرحبا راميا من جديد. يعني نحن هنا كما قلت في الرسالة السابقة في المنزل الطفولي للرئيس أوغو تشافيز. من أفضل ليحدثنا عن هذه الشخصية الأممية، الأخ الأصغر للرئيس أوغو تشافيز نارسيسو تشافيز الذي أصبح إلى جانبي. دي بريميرو muchas gracias para esta entrevista con la cadena árabe Al Mayadin. شكرا لك لتقديم هذه المقابلة مع شبكة الميادين. أهلا بكم في فنزويلا، هنا في أرض قائدنا الكبير هوغو تشافيز فريس، في هذا المنزل الذي ولد فيه كل شيء، لأن هذا المنزل ومنزل جدتي روسا. في هذه الأيام من العاطفة الكبيرة نرحب بكم ونرحب بكل إخواتنا من لبنان وكل الشعوب العربية وكل الدول العربية. نحن نعلم أنه منذ بداية حكومة الرئيس تشافيز القرب مع الدول العربية لم تكن فقط قربا تجاريا وإنما قربا أخويا، تضامنا أخويا. كوننا نتحدث عن الدول العربية اليوم، كان هناك مجزرة في جنوب قطاع غزة. ما هي رسالتك للشعب الفلسطيني؟ إن الإمبريالية الأمريكية أثبتت أنها جزارة، أن حكومة بنيامين نتنياهو عليها أن تحاكم من قبل دول العالم، أنهم جزارون. نحن المسيحيون نعلم أن الأشخاص الذين يقتلون ويمارسون العنف لن يتمتعون بمباركة الله ويذهبون إلى جهنم. لذلك نحن ندعو الأمم المتحدة وكل دول العالم أن ينتبهوا ويتحركوا لكي لا تستمر هذه المجازر. يتملكنا الألم عندما نرى مشاهد الأطفال الذين يبكون لفقدان آبائهم أو أمهاتهم. إن هذه الأرض هي أرض الشعب الفلسطيني، وهم يريدون إبادة الشعب الفلسطيني وترحيله عن أرضه، إنهم قتلة. شكرا لك سيد نارسيسو على هذه المقابلة، تحية بوليفارية ومناهضة للإمبريالية. سننتصر، الشعب فنزويلا وشعوب أمريكا اللاتينية والشعوب العربية سننتصر على الإمبريالية وسنبني علما جديدا. شكرا جزيلا لك. نطول بهذا الحديث مع الأخ الرئيس أوغو تشافيز نارسيسو تشافيز، هو شخصية معروفة جدا هنا في فنزويلا، ولكن شاء أن يرسل التحيات للشعوب العربية ولفلسطين تحديدا. راميا. نعم مايك، الآن اسمح لنا طالما تحدثنا من جديد عن من هو أوغو تشافيز وما الذي يمثله، ليس فقط بالنسبة للفنزويليين وفي أمريكا اللاتينية وعالم الجنوب أوسع من ذلك، لذلك هو قائد أممي. سنعود لزميلة عبير ذوادي، ونحن غدا بانتظار تقرير لها حول أيضا حضور مثل هكذا قادة، ليس فقط بالنسبة للفنزويليين أولئك الذين خطوا مسار المواجهة لاستعادة السيادة وثروات البلاد واستقلالية القرار، لكن نرى نوع من التلاحم بالنسبة لقيادات مقاومة إن كان في دولنا العربية وخصوصا في هكذا توقيت. نريد أن نأخذ بعض المعلومات مما عاينته وصورته زميلتنا عبير، وحيث العنوان الأساسي في هذه الجداريات أيضا القضية الفلسطينية. نعم رامية، هذا كان أكثر ما لفتني خلال جولتنا في العاصمة.
دي أوليفار لفتني بصدق تلك الجدارية الضخمة التي ضمت قادة النظام. نتحدث عن الشهيد عماد مغنية من لبنان، الشهيد أبو مهدي المهندس من العراق، الشهيد قاسم سليماني من إيران، ومعهم أيضا الأعلام ولا سيما علم فلسطين وكيفية الكفاح. رامية، هذا الموضوع بصراحة يستحق الوقوف عنده لو سمحتي. فنحن نتحدث عن قادة كبار من منطقتنا من المقاومة في جدارية كبيرة وفي قلب العاصمة الفنزويلية كاراكاس، ونحدد أكثر في إحدى أهم الساحات في هذا البلد. هذا الأمر ليس عابرا ويحمل الكثير الكثير من الدلالات والرسائل. هذا يؤكد على القواسم المشتركة بين هؤلاء القادة وفنزويلا، ويؤكد التضامن بين دول عالم الجنوب الثوري المناضل. القواسم المشتركة هي مواجهة الغرب وسطوتها وسيطرتها على خيرات الشعوب، والحصار الذي تتعرض له فنزويلا وإيران يبدو متشابها، والمواجهة مع الأمريكي تبدو إلى حد ما أيضا متشابهة. هذه الجدارية ومكانتها فعلا قضية لافتة وتعزز الروابط بين هذه الدول برغم بعد المسافات. وكما تعلمين رامية، التعاون بين إيران وفنزويلا لم يقتصر على التأييد السياسي لبعضهم، بل كانت هناك بواخر الوقود العملاقة التي أرسلتها إيران إلى فنزويلا في تحد صريح للحصار الأمريكي على فنزويلا. شكرا جزيلا لشبكة مراسلينا زميل عبير الزوادي مفد الميادين إلى فنزويلا. نشكر أيضا الزميل عروة محمود مفد الميادين إلى فنزويلا كان معنا من كاراكاس، كما الزميلة عبير مايك شلهوب مفد الميادين إلى فنزويلا من مدينة سابانيتا في غرب فنزويلا، زميل علي حجازي من المعرض الفني الوطني الفنزويلي هنا في العاصمة كاراكاس. ونشكر فيها أيضا ضيفنا هنا في استديوهات الميادين في هذه التغطية الزميل أبراهام، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا. إذا مشاهدينا إلى هنا نصل إلى ختام هذه الساعة، نحن مستمرون في هذه التغطية في مساحاتها الحوارية ورسائلها الميدانية ونوافذها الإخبارية. إلى اللقاء.